يسأل ويقول هل يجوز لي أن أقطع الأرحام، يعني يبقى في قطيعة يعني نتيجة ظلم وقع عليه في تقسيم الميراث؟ في الحقيقة يعني هذا السؤال يدفعني إلى أن أقول كلمة في بداية الجواب. نعم، صلة الأرحام واجب واجبة واجبة، ليس لا ليس لي فيها خيار، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلا بد من صلة الرحم، والقرآن الكريم يصور قاطع الرحم بتصوير يجب على المؤمن إن تأمله أن يفر منه. يعني رب العباد لما يقول بأن من الصفات الغير مستحبة ولا يمكن أن تكون، والذين يعني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فيعني وعقب عليه ويفسدون في الأرض ثم لعنهم سبحانه وجل في فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فتقطيع الرحم فساد عظيم. والإنسان يعني أقول للسائل إن وقع عليك ظلم لا تقابله بمثله، رب العباد يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن ظلمك بعض إخوانك فلا تظلمه، إن أساءوا إليك فلا تسيء إليهم. ويعني من حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة نتعلم ذلك. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن لي أرحام أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، يعني كأنك تعطيهم جرعة من التراب المحمي بالنار الشديد. يعني ذنب عظيم جدا. نعم. يعني يقع فيه الإنسان عندما يقطع رحمه أو ما إلى ذلك، فليحذر الإنسان غاية الحذر من ذلك. وإن قابلوك بإساءة فقابلهم أنت بالإحسان، كما قال رب العباد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن. نعم، هذا منهج رباني. حتى النتيجة الدنيوية هنا من تحول النفوس الله أشار إليها. نعم. فذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم سيدنا بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن قضية مهمة ويقول أعتقد السؤال مرتبط بهذا السؤال ويدور في نفس الفكرة. يقول ابني يضربني فهل لي أن أحرمه من الميراث؟ يعني اسمح لي يعني الميراث. أيوه بس أمر عجيب إن الابن يضرب الأب. والله دكتور صار الأمر شائعا بالمناسبة. يعني نعم سبحان الله. يعني يمكن أنا شاهدت غير ذلك بس قبل يمكن مسافة طويلة، أن أبا ضرب نفسه بالنعال في حضور بعض الناس وحضور ابنه، وقال لأني لم أربي ابني فعل ذلك. والرجل كان زعلان يعني على نفسه إن ابنه عاق له، فعاقب نفسه مثل هذا الفعل. فنحن لا نضرب الآباء ولا ندفع الآباء إلى ضرب أنفسهم من أجل حقوقنا الذي يظهر منا فيتحسرون عليه ويتصرفون هذه التصرفات. الحقيقة يعني أقول للمشاهدين أنا لا أتصور أبدا بحال من الأحوال أن ابنا يضرب أباه، هذه جريمة كبرى. يعني ده إذا كان الإسلام لها أن تقول له أف، كلمة أف كلمة مكونة من حرفين اثنين، فكيف تجرؤ على أن تؤذي أباك فضلا عن أن تضربه؟ يعني ده العلماء يعني الحقيقة تكلموا عن التعامل مع الآباء بكلام، يعني لما ننظر إليه نحن بأنفسنا اليوم نقول نحن ولا شيء ولا فعلنا شيئا لآبائنا. إنك مجرد أن تنظر إليه نظرة غير جميلة غير سليمة، بس نظرة يفهم منها أنك لا تقدر كلامه أو لا تنظر إليه، نهى الإسلام عن ذلك. صلى الله عليه وسلم. مجرد نظرة. نعم. إلى الأب، فكي الأب يعني سبب في وجود الابن بعد الله تبارك وتعالى الذي ربى أصله مشتقة منه فرح. نعم، فيعني عيب يعني. نعم. الحقيقة يعني نعم. ما يمكن أن يكون بحال من الأحوال. هذا أمر يندى له الجبين، وأنا يعني قد لا أسمع ما وأعرف ما تعرف، الله يبارك فيك ربنا يرضى عنك دكتور. يعني إن دي مسألة أصبحت شائعة مثل هذه في مثل هذه الأيام. لا، نقول لأبنائنا ولإخواننا المسلمين اتقوا الله تبارك وتعالى في أرحامكم عموما وفي الأب والأم على وجه الخصوص. في الأب والأم على وجه الخصوص. طيب فيما يخص بموضوع أنه يحرمه من الميراث أو أن يكتب وصية بأن ولدي هذا لا يرث من بعدي. لا، وهذا في الحقيقة يعني أيضا فيه ظلم لهذا الابن. يعني هو يعاقب الابن على ما قدم بين يدي الله عز وجل، يعني لا يرد على الظلم بظلم آخر، من آخر. والذي سيحاسبه ربه سبحانه، إنما احنا نحرمه من الميراث هذا حقه الشرعي. نعم.